pipì tremendo. من هي كنت نستناها عندي مده وكربي كملي بها الحمد لله يا ربي والعقوبه كاع المؤمنين ان شاء الله ولاد الحومه واللي يامن فيها ربي الله لا يحرمه منها. الحمد لله كيقدرنا ربي ان شاء الله وخرجنا كنا محظوظين اننا خرجوا من بين القائمه تاع الحج لسنه 2019 والحمد لله هذا فضل من ربي سبحانه. الحمد لله وفقنا الله سبحانه وتعالى إجراء قرعة حج 2019 في ظروف عائلية ظروف شفافة حضرها حوالي 1000 مواطن ومواطنة يعني كانت القرعة الحمد لله شفافة وشفافة جدا كما حضرتوا معنا شارك في العملية 4408 مواطن.